السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن الانتجريتي، الهاشنج والديجيتال سيجنتشر. في البداية أحب بس أعتذر، في الفيديو اللي فات حصل بشكل غير مقصود إن التسجيل وقف، فأنا كنت بتكلم عن موضوع السيرتيفيكت، إزاي تلاقي التراستد روت سيرتيفيكت أوثوريتي على متصفح الفايرفوكس. فخليني بس اكملها معاكم بسرعه او اوضحها لكم على السريع. زي ما احنا قلنا ان في الويندوز في الام ام سي تراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي، لما بتقاد السناب بتاع السيرتيفيكت ده بيكون فيها كل تراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتيز اللي بيكفروا الويندوز. يعني لو انت عندك اي ابلكيشن على الويندوز هيجنريت ترافيك لاي موقع سكيورد بسيرتيفيكت حد من الايشور دول مطلعها، باستخدام اي تطبيق على الويندوز، ريموت ديسكتوب ابلكيشن، اوتلوك، الميل كلاينت اللي موجود عليه هيشتغل معاك وهيفاليديت السيرتيفيكت دي من التراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي اللي موجوده في الباث اللي احنا قلناه. كمان ده هيسمع في متصفح الانترنت اكسبلورر، في متصفح ايدج، وفي متصفح الكروم. في استثناء وحيد عندنا اللي هو لو انا بشتغل بمتصفح زي الفايرفوكس او متصفح زي الاوبرا. المتصفحين دول بيكون الريبوزيتوري اللي موجود فيها التراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي لوكال في المتصفح نفسه. فانا كنت بس بوريكم الكونسبت موجود ازاي في الفايرفوكس. انا لو فتحت موقع او فتحت براوزر زي الفايرفوكس، لحظه واحده، عشان اقدر اشوف السيرتيفيكت اوثوريتي اللي موجود عليه او اقدر اعرف السيرتيفيكتس، بفتح الاوبشنز في المتصفح دوت وبكتب كلمة سيرتيفيكت في السيرش وبقول له افتح لي الفيو سيرتيفيكت. ولو انا معايا سيرتيفيكت يعني سي اي عايز اعملها امبورت، ولتكن مثلا سيرتيفيكت ليها علاقة بالسي اي سيرفر اللوكال اللي موجود عندي في الشركة، اللي هو باي ديفولت بالمناسبة لو انت جوين دومين بينزل السيرتيفيكت دي في الباث اللي احنا قلنا عليه من شوية، لكن مش هينزل على فايرفوكس. فانت هتعمله امبورت في الاوثوريتيز في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. وبعد ما بتعمل امبورت للسيرتيفيكت بتقول بعد كده ان انت والله عايز السيرتيفيكت دي يبقى الاستخدام بتاعها ايه، يبقى استخدامها فاليديت الويب سايت او الكلام ده. يعني الكلام ده بيكون مفيد لو في حاله لو احنا محتاجين ان احنا نيمبورت كاستمايز سيرتيفيكت. طيب نرجع بقى لموضوع الكورس الفيديو بتاعنا النهارده. احنا النهارده هنتكلم عن مصطلح النزاهه او مصطلح الانتجريتي. احنا زي ما احنا اتكلمنا مع بعض، انا بتكلم في السي اي ترياد، عندنا ثلاث اضلاع لمثلث حمايه الامن المعلوماتي، الكونفيدنشاليتي، الانتجريتي، والافيلابيليتي. اتكلمنا عن تطبيق الانتجريتي عن طريق الانكريبشن، لكن لسه هنتكلم اكتر عن تطبيق اتكلمنا عن تطبيق الكونفيدنشاليتي باستخدام الانكريبشن، لكن لسه هيكون عندنا مواضيع تانية ليها علاقه بالكونفيدنشاليتي لكن باستخدام حاجه زي تريبل اي، باستخدام الفيزيكال سكيورتي. فاحنا الكلام في الكونفيدنشاليتي لسه ما وقفش، لكن الكلام في الانتجريتي نوعا ما يعتبر ابسط وممكن يتقال في فيديو واحد. الانتجريتي معناها ان انا اتاكد ان الداتا اللي اتبعتت لي او وصلت لي من طرف ما حصلش تلاعب فيها من اول ما طلعت من عند السندر لحد ما وصلت عندي. فالانتجريتي بتوفر لي طريقه او ميكانيزم اقدر اعرف منها هل الداتا اللي وصلت لي دي هي الداتا اللي طلعت من السورس بتاعها ولا لا. من امثله استخدام الانتجريتي لما انت مثلا بتروح على موقع زي سيسكو عشان تحمل سوفت وير من على موقع سيسكو، وهو في الرابط بتاع التحميل بيقول لك اضغط هنا عشان تحمل الملف اللي انت عايز تحمله، ولو انت عايز تفاليديت ان الملف ده هو فعلا الملف اللي سيسكو اصدرته كليك هنا هيظهر لك الهاش فاليو بتاعت الفايل. ساعتها لما انت هتنزل الفايل ده هتستخدم اي تول من التولز اللي بتعمل كومبيوشن للهاش، هتطلع الهاش فاليو وهتطبقها بالهاش اللي سيسكو بتقول ان هو ده الهاش بتاع الفايل زي ما هي عملته. لو التو هاشز ار ايدنتيكال يبقى الفايل ده فعلا ما تمش التلاعب فيه من يوم ما سيسكو رفعته على الموقع لحد ما انت نزلته على الجهاز بتاعك. لان اي تغيير ولو طفيف في الكود بتاع السوفت وير اللي انت بتنزله بيسبب ان الهاش بيختلف بشكل كبير جدا. فالانتجريتي باستخدام الهاشنج بتوفر لي طريقه ان انا اتاكد بيها ان ما تمش التلاعب في الفايلات.
الانتجريتي برضو من ضمن التعريف بتاعتها او من ضمن الاهداف اللي بتوصلها لي ان هي بتحقق لي مفهوم اسمه النون ريبيديشن. ايه هو مفهوم النون ريبيديشن؟ مفهوم النون ريبيديشن ببساطه هو ان اللي بعت الحاجه دي او اللي عمل سند لرساله معينه لا يملك القدره ان هو ينكر ان هو بعتها بالفعل، لان الراجل ده لما هيبعت لي الداتا هيبعت لي معاها الديجيتال سيجنتشر بتاعته، وطالما وصلت لي الديجيتال سيجنتشر بتاعته يبقى اكيد هو اللي بعت الداتا. وهنعرف مع بعض في السلايد الجاي ما هو مفهوم الديجيتال سيجنتشر. من الحاجات برضو اللي الانتجريتي تتحقق عن طريقها هو مصطلح الاوثنتيسيتي. ومعنى مصطلح الاوثنتيسيتي ان حصل فيريفيكيشن للداتا دي لما وصلت لي ان اللي بعت الداتا دي هو فعلا الراجل اللي بيدعي ان هو بعتها. يعني انا لو جالي رساله من فيسبوك فهيبقى في الرساله دي في الديجيتال سيجنتشر بتاعت فيسبوك، فلا فيسبوك هيقدر ينكر ان هو بعت الرساله دي، وبما ان الديجيتال سيجنتشر بتاعت فيسبوك موجوده في الرساله فما حدش فيسبوك نفسه مش هيقدر برضو يقول، او حد غير فيسبوك هيدعي ان الرساله دي وصلت لي من حد غير فيسبوك، لان ساعتها الاوثنتيستي مبدا الاوثنتيكيشن اتحقق في الرساله باستخدام الديجيتال سيجنتشر، واتاكدت او تم الاعتراف ان الرساله دي جايه لي من فيسبوك نفسه. من امثله الميكانيزم اللي بيتعمل بيها الهاشنج حاجه زي الشا، وفي عندي منها الشا 1 والشا 2. الشا 1 طبعا من الحاجات اللي مش ريكومندد، الشا 2 هي المور ريكومندد، وعندي الام دي 5 اللي هو طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدمه لان هو يعتبر بروتوكول او هاشنج ميكانيزم قديم. طيب عايزين نعرف مع بعض ايه هي الديجيتال سيجنتشر. الديجيتال سيجنتشر حاجه زي الهاند ريتن سيجنتشر، يعني لو انا بعمل هاند ريتن بمضي سيجنتشر بايديا الديجيتال سيجنتشر حاجه شبيهه. مفيش تو سيستمز اوفر انترنت هيكون ليهم نفس الديجيتال سيجنتشر، فالديجيتال سيجنتشر بتكون مقترنه بنظام واحد. فائده الديجيتال سيجنتشر ان هي بتاكد لي ان اللي بعت الدوكيمنت دي او اللي بعت الداتا دي هو السيستم دوت محدش غيره. طيب انا بقدر احقق مفهوم الديجيتال سيجنتشر ازاي؟ باستخدام الاسيمتريك انكريبشن. ده بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق ان السندر اللي بيبعت لي البيانات بيشفر الهاش بتاع الرساله اللي هو بعتها لي، بس المره دي مش باستخدام البابليك كي بتاعي اللي هو عايز يبعت لي بيانات زي ما احنا قلنا. انا لما كنت احب ابعت بيانات لجهاز ما باستخدام الاسيمتريك انكريبشن كنت بقول ان انا باخد البابليك كي بتاعه، بعمل انكريبشن للبيانات كده كاني جبت الصندوق حطيت عليه القفل اللي هو اداهولي، ولما هبعت الصندوق الوحيد اللي معاه مفتاح القفل هو البابليك كي ده بتاعه، فهيفتح الصندوق دوت باستخدام البرايفت كي اللي عنده وهيقدر يوصل للبيانات اللي موجوده فيها. ده كان تحقيق مصطلح الكونفيدنشاليتي او التشفير. طب يفرق ايه على الديجيتال سيجنتشر؟ اللي هيحصل الديجيتال سيجنتشر شيء مختلف تماما. في الديجيتال سيجنتشر اللي بيحصل تحديدا ان السندر بيشفر الهاش بتاع الرساله باستخدام البرايفت كي بتاعه، وبيحط الفاليو بتاعت الهاش دي وبيبعتها للراجل اللي هو عايز يبعت له البيانات. الراجل ده هيستخدم البابليك كي عشان يحاول يفك التشفير بتاع الهاش اللي اتبعت اللي كان متشفر بالهاش بتاع اللي كان متشفر بالبرايفت كي بتاع السندر، ولو طلعت النتيجه واحده او طلع الهاش هو نفس الفاليو ففي الحاله دي بتاكد ان اللي بعت البيانات دي هو اللي معاه البابليك كي او اللي معاه البرايفت كي اللي مربوط بالبابليك كي اللي انا فكيت بيه التشفير. فالمهم هنا بس اللي احنا محتاجين احنا نفرق ما بينه ان احنا عندي في الكونفيدنشاليتي انا بعمل تشفير بالبابليك كي وبقى للديتا للبيانات، وبعمل ديكريبشن بالبرايفت كي. لكن في حاله الديجيتال سيجنتشر انا مش بشفر الديتا، انا بشفر هاش وبعمل تشفير للهاش ده بالبرايفت كي بتاع السندر اللي بيبعت البيانات، وبيحصل فك التشفير بالبابليك كي بتاع السندر برضه، لان في الحاله دي هتاكد ان اللي عمل تشفير للهاش من الاساس هو الراجل اللي معاه البرايفت كي، فمن هنا مش هيقدر ينكر ان هو اللي بعت الحاجات دي، لان احنا زي ما قلنا البرايفت كي مش بيكون موجود بس غير مع السندر، على عكس البابليك كي اللي بيكون افيلبل لاي حد ان هو يشوفه. وشبهنا المثال دوت بموضوع القفل، البابليك كي بالنسبه لي كانه قفل والمفتاح بيفضل في حوزه صاحب القفل دوت. اي حد عايز يبعت بيانات لصاحب القفل ده كل ما عليه ان هو يجيب صندوق يحط عليه القفل ده يقفل القفل ويبعته لصاحب البابليك كي في الاساس، وهو اللي هيكون معاه البرايفت كي اللي هيقدر ان هو يفك بيه التشفير.
نقطة أخيرة عايزين ناخد بالنا منها مع بعض، إن في فرق بين مصطلح الهاشنج ومصطلح الديجيتال سيجنتشر. الهاشنج أنا بتارجت إن أنا أحقق انتجريتي، والديجيتال سيجنتشر برضه بتحقق انتجريتي. لكن في الهاشنج أنا بستخدم طريقة هاش كومبيوتنج، الطريقة دي لا بتحقق لي اوثنتيكيشن ولا نون ريبوديشن ولا بتستخدم أي نوع من أنواع مفاتيح التشفير. لكن في الديجيتال سيجنتشر أنا بما إني بستخدم الأسيمتريك انكريبشن ألجوريزم، فأنا بقدر إن أنا زي ما قلت أشفر الهاش باستخدام السندر برايفت كي، فأنا هنا بحقق مبدأ الأوثنتيكيشن لأن اللي شفر أنا هقدر أستدل عليه، وبقدر كمان أحقق النون ريبوديشن لأن بما إن هو شفر بالبرايفت كي بتاعه، ففي الحالة دي مش هيقدر ينكر إن هو اللي بعت رسالة. وفي حالة الديجيتال سيجنتشر طبعا أنا بشتغل بالأسيمتريك انكريبشن. ده شرح الموضوع بطريقة مبسطة جدا وبطريقة بسيطة. أي نعم قد تكون تفتقد لبعض التفاصيل المهمة، لكن لو أنتوا حابين تعرفوا أكتر فطبعا في ريسورسز كتير ممكن ترجعوا لها وتقدروا منها تعرفوا بالتفصيل عن موضوع الديجيتال سيجنتشر. بما إن إحنا اتكلمنا على هاشينج، فبرضه من المصطلحات اللي أنت ممكن تقابلها في حياتك العملية مصطلح اسمه السولتنج. مصطلح السولتنج يعني بمعنى أصح لو ترجمناه العربي يعني التمليح. أنا دلوقتي ليه بستخدم الهاش؟ من ضمن استخدامات الهاش إن أنا لما بيكون عندي داتابيز فيها يوزر نيم وباسورد على الكترونيك سيستم معين، انا مش بخزن في الداتابيز بتاعت السيستم ده اليوزر نيم والباسورد، انا بخزن يوزر نيم وهاش للباسورد وليكن بالشام 256. لما بيجي اليوزر اللي بيلوجن على السيستم يبعت الباسورد، هو مش بيبعت الباسورد، بيبعت هاش للباسورد اللي عنده. فساعتها الداتابيز اللي عندي بتعمل ايه؟ بتعمل مطابقه بين الهاش اللي اتبعت والهاش اللي موجود في الداتابيز، او الابلكيشن بيعمل مطابقه بين الهاش اللي اتبعت والهاش اللي موجود في الداتابيز، وبناء عليه يقدر يحدد لو الهاش متشابه يبقى معنى كده ان نفس الباسورد اللي موجوده على السيستم اتبعتت من اليوزر اللي بيحاول انه يعمل لوجن وعمل له لوجن. طب السولتنج بيعمل ايه؟ اللي بيعمله السولتنج ان هو بيقاد على الهاش اللي موجود في الداتابيز راندوم فاليو، ارقام عشوائيه، ممكن ارقام عشوائيه بسيكونس معينه على كل الفاليوز اللي موجوده، او ممكن تبقى ارقام مختلفه على كل فاليو على حده، لكن السيستم اللي عمل سولتنج عارف ازاي يشيل السولتنج ده. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان لو حصل تسريب للبيانات، لو حصل اتاك على الداتابيز دي وحصل ان المحتوى بتاع الداتابيز دي اتسربت، الهاكر لما هياخد الهاشز دي ما يقدرش يستفيد بيها، لان الهاشز دي مش هاشز طبيعيه، مش هاش حقيقي، لا دي هاشز معمول لها سولت. بما ان معمول عليها سولت، فمش معنى ان هو لو قدر ان هو يفك التشفير بتاعها او يفك الهاش ميكانيزم بتاعها ان هو يقدر ان هو يقول ان الهاش ده ايكويفالنت للباسورد الفلانيه فاقدر استخدم الهاش في حاجه تانيه. طبعا الكلام ده يعني يفتقر لتفاصيل كتير، هنتكلم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه على موضوع الباسورد اتاكس والبروت فورسنج والرينبو تيبلز، وهنتعرف مع بعض اكتر على فكره الهاش. محتاجين بس نشوف مع بعض تطبيق عملي لفكره الهاشنج. خلوني كده اوريكم هو شكل الهاش عامل ازاي وانا ممكن استفيد منه ازاي. مبدئيا كده انا هفتح بارتيشن عندي، ولو افترضت كده ان انا هنا هكرييت نيو تكست فايل فاضي خالص، وهقول له الايكون دي سي ار سي شا 1، دي طبعا ظاهره لان انا منزل عندي الابلكيشن بتاع الكومبريشن اللي اسمه 7 زيب، وهقول انا عايز اجيب الشا 256 فاليو بتاعت الفايل ده، فالرقم اللي طلع لي ده هو ده الهاش فاليو بتاعت الفايل ده، بيبدا زي ما انتم شايفين ب اي 3 بي. دلوقتي لو فتحت الفايل دوت وكتبت جواه حتى لو حرف واحد، كتبت فيه رقم 1 وعملت سيف الفايل، ودلوقتي هروح جاي عامل تاني كالكوليشن للهاش اللي موجود في الفايل ده، هلاقي بعد ما كانت الفاليو بتاعت الهاش بتبدا بالاي سي بتبدا بالاف 1، فتغيير طفيف بسيط ما عملته في الفايل نتج عنه ان الهاش فاليو بتاعت الفايل ده اختلفت بشكل تام. الاسيمتريك الجوريزم ممكن يكون ليها تطبيقات كتير، زي ما احنا قلنا ممكن استخدمها في التطبيق بتاع الانتجريتي عن طريق ان انا بانكريبت الهاش بالسندر برايفت كي، ولو اليوزر او الريسيفر عمل لها ديكريبشن بالسندر بابليك كي فانا كده اتاكدت ان حصل انتجريتي.
لو انا عايز اعمل كونفيدنشياليتي ففي الحاله دي بعمل تشفير للملف او تشفير للبيانات بالريسيفر بابليك كي، والريسيفر لما هيستقبل البيانات هيفتحها بالبرايفت كي بتاعه. فاستخدام الاسيمتريك الجوريزم يمشي لو انا عايز احقق انتجريتي، يمشي لو عايز احقق كونفيدنشياليتي، يمشي لو عايز احقق اوثنتيكيشن او عايز احقق نون ريبوديشن. نخلي بالنا ان هم في تو يوز كيسز. اليوز كيس الاولانيه في كونفيدنشياليتي، انا بشفر المسج او بشفر الداتا باستخدام ايه؟ باستخدام الريسيفر بابليك كي، عشان هو اللي معاه البرايفت كي اللي هيفك بيه البيانات. لكن في حاله الهاشنج او في حاله الانتجريتي في الاوثنتيكيشن او في حاله النون ريبوديشن، انا بشفر الهاش مسج او الهاش صم باستخدام السندر برايفت كي نفسه. استخدامات الانكريبشن طبعا غير كده كتير جدا، زي ما احنا قلنا انا بستخدم الانكريبشن عشان اشفر البيانات المحفوظه عندي على الهارد درايف او الملفات المحفوظه على الباك اب سولوشن او الباك اب تيبس. ده غالبا بيكون باستخدام بروتوكول قوي زي بروتوكول الادفانسد انكريبشن ستاندرد الاي اي اس. ممكن استخدم عشان اسكيور الداتا اللي بترافيرس الفي بي ان تانل بروتوكول زي الاي بي سيك بروتوكول. وبالمناسبه الاي بي سيك بروتوكول مش سيمتريك ومش اسيمتريك، في الحقيقه هو بيكومباين التو فانكشن، يعني بيستخدم الاسيمتريك انكريبشن الجوريزم عشان يعمل كي اكسشينج، وبيستخدم السيمتريك انكريبشن الجوريزم عشان يبدا يعمل تشفير للبيانات اللي هتعدي جوه التانل. عندي برضو بروتوكول زي ال WBA2 اللي هو الواي فاي بروتكتد اكسس بروتوكول اللي بيستخدم في تامين شبكات الواي فاي. ده بيستخدم سيمتريك انكريبشن الجوريزم يوزنج تمبرال كي لما بيشتغل بحاجه زي التكيب ستاندرد، وبيستخدم الهاشنج عشان يبعت الكي للاكسس بوينت اللي عايز يلوجن عليها. وعندي طبعا بروتوكول زي ال HTTPS ده بيشتغل بال SSL وال TLS، ده برضو encrypted بروتوكول بيشتغل بال asymmetric وال symmetric algorithm. عندي ال SFTP، عندي ال SFTP، وعندي ال remote desktop بروتوكول. كل البروتوكولز دي بتشتغل بنوع من انواع التشفير عشان تدي حمايه ضد هجمات زي السنيفنج والمانجمنت الاتاك. ولحد هنا وصلنا لنهايه الجزء بتاع الكريبتوغرافي في التريننج بتاعنا. اتمنى ان يكون الموضوع واضح بشكل كبير، وزي ما قلت المواضيع دي احنا تناولناها بشكل من السطحيه نوعا ما، كان هدفنا ان احنا ندي اوفر فيو يكفيك لو انت عايز بس تعرف البيزكس او عايز تعرف اساسيات او اوفر فيو سريع من غير تفاصيل كتير. لكن لو حابب تعرف اكتر طبعا احنا بننصح انك لو مهتم بالكلام ده تدور على مصادر كتابيه، كتب بتتكلم في الموضوع، وتبدا ان انت تابجريد النولج بتاعتك. شكرا جزيلا ليكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.